كم رصيدك؟ كم رصيدك؟ مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فسأل الصحابة، لما رأى هيئة ذاك الرجل رث الثياب، نعله مخصوفة وثيابه مرقعة، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام لينقل درس لأمته، قال: ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، ذاك فلان صعلوك، حري إن خطب أن لا يزوج، وإن شفع أن لا يشفع، وإن تكلم أن لا يسمع. شوف قدره عند الناس، ما يسمعون له، ولو جاء يخطب أحد ما زوجوه. فسكت محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ومر ذاك الرجل بهيبته وبهندامه وبلباسه، مر فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان ابن فلان حري، إن تكلم أن يسمع، وإذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع. فآن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكشف لأمته الغطاء، وأن الناس لا تقاس بما عندها ظاهرا، ولا بأموالها، ولا بلباسها، ولا بظن الناس بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لهذا يساوي عند الله ملء الأرض من هذا.